ليست كل الحيوانات العاشبة ضعيفة، البعض منها يمتلك قوة تفوق الحيوانات المفترسة. البايسون. هناك نوعان من البايسون، النوع الأوروبي والنوع الأمريكي. البايسون الأوروبي يعيش في الغابات، أما البايسون الأمريكي يعيش في السهول المنبسطة والمراعي الخضراء. البايسون الأمريكي هو أضخم حيوان على اليابسة في قارة أمريكا الشمالية بأكملها، فوزن هذا الحيوان الضخم يصل إلى قرابة طن ونصف أحياناً، وارتفاعها حتى الكتفين يبلغ عادة ما يقارب المترين، والمسافة بين طرفي قرنيه تبلغ أحياناً 90 سنتيمتراً. تملك ثيران البايسون في الحقيقة طبقتين من الكساء يغطيانها، فالأولى هي الطبقة التي تحت الفراء، وهي قريبة من الجسم لحبس الهواء الساخن المجاور للجلد. أما طبقة الفراء الخارجية السميكة فهي تمنع وصول الماء أو الرياح الباردة إلى الجلد وتعزله عنها. لكن في الربيع يلقي البايسون بكساء الشتاء لأنه لم يعد بحاجة إليه، بينما يعود الكساء ليتكون مجدداً في الشتاء القادم. يفعل البايسون هذا ليتخلص من فروة الشتاء السميكة والتي تستغلها الحشرات خلال فصل الصيف بوضع بيوضها في جلده فتزعجه، ولذا فإنه يتمرغ في التراب والوحل ليتخلص من هذه الآفة. يقضي البايسون معظم ساعات النهار الحارة في الراحة ومضغ طعامه المجتر. ذروة نشاطه تكون في ساعات النهار المبكرة والعصر. تهاجر ثيران البايسون خلال الشتاء إلى الأودية والمناطق ذات الأشجار، وذلك لتعثر على واق من العواصف الثلجية الباردة، وهي لا تهاجر وحيدة، بل إن المجموعات الصغيرة التي تعيش ضمنها في العادة ثم تعود بشكل طبيعي مع مطلع الربيع. كانت هجرة البايسون أضخم وأعظم الهجرات على كوكب الأرض على الإطلاق، فقبل قدوم الأوروبيين إلى أمريكا ذكر بأن أعدادها تصل إلى 60 مليوناً، وبسبب الصيد الجائر لها في القرن 17 أصبحت تجارة الفرو أمراً مربحاً، وصدرت مئات الآلاف منها إلى أوروبا، وسميت تلك الأعوام بالصيد العظيم. تناقصت أعدادها اليوم لتصل إلى أقل من 2 مليوني رأس في القارة الأمريكية. نظراً لحجم البايسون وقوته، إضافة إلى عيشه في قطعان، فإن قلة من المفترسات ترغب فيه. يمكن للبايسون الركض بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة، مما يتجاوز سرعة الذئب، كما يمكن في بعض الحالات أن تستخدم حوافرها أو قرونها للدفاع عن نفسها. يعيش البايسون في الحياة البرية حتى عمر 40 عاماً، وتصل إلى مرحلة النضوج الجنسي بين عمر 2 و4 سنوات. بعد انقضاء الشتاء القارص تعود قطعان البايسون إلى الشمال. يبدأ موسم التزاوج عند البايسون خلال شهري تموز وآب، ويمكن أن يمتد حتى شهر أيلول. يمكن ملاحظة ذلك من خلال مواجهة الذكور وضرب رؤوسها ببعضها. ظاهر هذا القتال عنيف، لكنه لا يسفر عن إلحاق الأذى أو إسالة الدماء، مجرد فرض للسيطرة والقوة. لكن مع ذلك فنادراً ما تستطيع الذكور التزاوج قبل عمر 6 أو 8 بسبب قوة الذكور الأخرى البالغة ومنافستها على التزاوج.
إنها مخلوقات قوية. بعد ذلك تدخل الذكور القوية إلى قطعان الإناث وتختار منها أنثى للتزاوج معها. بعد ذلك يستمر البايسون بحراسة الأنثى لمدة من الزمن تتراوح من بضع دقائق لعدة أيام، حيث يبقى حائلاً بينها وبين بقية القطيع ويهاجم أي ذكر يحاول الاقتراب منها. خلال شهرين نيسان وأيار تذهب الإناث إلى أماكن منعزلة للولادة، وتقوم بوضع عجل واحد فقط بعد مدة حمل تقارب 9 أشهر. يمكن لصغير البايسون حديث الولادة أن يقف على الأرض ويبدأ بالرضاعة خلال ساعة واحدة بعد ولادته، ويستطيع الركض بعد 3 ساعات. يبقى العجل مع أمه منعزلاً عن بقية القطيع لبضعة أيام. تستمر الصغار بالرضاعة لمدة 7 شهور. تصبح الصغار بالغة عندما تبلغ 3. يمكن أن تصل أعمار حيوانات البايسون في البرية إلى 20 عاماً، وفي بعض الحالات الاستثنائية تبلغ أعمارها 30 عاماً. تعيش في مجموعات صغيرة تتألف من 20 بايسون أو أكثر. تقضي هذه الحيوانات معظم وقتها بأكل الحشائش والأعشاب، وتسترخي وتنام بقية الوقت. في الغابات المطرية تكثر المستنقعات المائية والمياه الجارية، وتتكاثر الحيوانات من حولها. وجدنا في إحدى الغابات إحدى أشهر الفقاريات المعروفة. الضفادع. تتواجد الضفادع في كامل أنحاء العالم تقريباً، من المناطق الاستوائية وصولاً إلى المناطق شبه الباردة، لكن معظم أنواعها تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة، حيث سجل لها أكثر من 5000 نوع، وهي تعتبر من بين الفقاريات الأكثر انتشاراً في العالم. الضفدع حيوان فقاري من البرمائيات، وتتميز الضفادع بأجسامها القصيرة اللينة وسيقانها الخلفية الطويلة. تمتلك الضفادع قدرة على الحركة السريعة، سواء كان ذلك لافتراس الطعام أو للفرار من المفترسات. تختلف أحجامها، فالضفادع البرازيلية والكوبية لا يزيد طولها عن 10 ملمترات، بينما يصل طول الضفادع العملاقة إلى 30 سنتيمتراً. تغطي أعينها 3 أغشية، أحدها شفاف يحمي العين تحت سطح الماء ويسمح لها بالرؤية، ولها أسنان صغيرة مخروطية الشكل تصطف في الفك العلوي. تصدر بعض الضفادع أصوات نقيق يمكن سماعها من مسافة ميل. يصدر الصوت عند مرور الهواء إلى الحنجرة في الحلق، وهناك كيس يتكون من غشاء جلدي تحت الحلق أو في طرف الفم ينتفخ أثناء زيادة الصوت. تتزاوج الضفادع في الفترة ما بين نهاية الخريف والربيع، وهي الفترة التي تكون حرارة المياه منخفضة نسبياً بمتوسط 4 إلى 10 درجات مئوية. عندما تصل الضفادع لسن البلوغ تتجمع بالقرب من بحيرة أو جدول ماء.
تشمل آلاف الأفراد من الضفادع، وكل يريد إيجاد شريك تزاوج، وتصدر الذكور أصوات النقيق لتجذب إليها الإناث. تتكاثر الضفادع بواسطة الإخصاب الخارجي. تضع الضفادع بيوضها في الماء، إذ تستطيع الأنثى الواحدة من الضفادع وضع عناقيد عديدة من البيض، يحتوي كل عنقود على مئات أو آلاف البيوض. تفقس بيوضها عادة بعد مرور أسبوع واحد. تخرج الشراغف للحياة في الماء بدون أرجل أمامية أو خلفية، ولها خياشيم للتنفس. تستمر مرحلة الشرغوف عند الضفدع مدة أسبوع، ثم تبدأ بالتحول تدريجياً وتبرز أطرافها شيئاً فشيئاً. تستخدم الضفادع البالغة لسانها الزلق الطويل في اصطياد الحشرات الصغيرة عن بعد، وهي أيضاً عرضة للافتراس من طائفة واسعة من الطيور والزواحف والحيوانات المختلفة. الضفادع تلجأ لتغيير ألوانها كالحرباء، ولكن ليس لأكثر من لون أو لونين من الألوان التمويهية. ومثال على ذلك ضفدع الأشجار الأسترالي الأبيض، يغير لونه من الأخضر إلى البني، وبعضها يتغير لونه وفقاً لتأثيرات عوامل الضوء والرطوبة. أما التي تعيش على اليابسة فهي تستخدم علامات تمويه على الجلد كالبقع والترقيط والجلد الحبيبي الشكل. تحتوي بعض الضفادع على درجات مختلفة من السم في جسمها. بالنسبة للبشر فقد لفتت إليها أنظار الكيميائيين، ووجدوا أن الضفادع السامة كصيدلية غنية بالمواد الطبيعية، ولا سيما وأن هذه المواد لها قلوية شديدة تفوق المورفين بأكثر من 200 مرة، وبعضها تحتوي على مواد مخدرة وذات تأثير نفسي يؤدي بالمتعاطي إلى اختلاق أكاذيب تشبه الأساطير. تحتفظ جزيرة مدغشقر وجزر القمر على أصناف انقرضت عن غيرها من اليابسة. باللغة اللاتينية تدعى بأرواح الليل. لا بد، لأن شكلها مخيف. الليمور. الليمور من الرئيسيات البدائية المعروفة ما قبل القردة. يعتبر هذا النوع بأنه الأصل الذي تطورت منه القردة، أو ما يعرف بالرئيسيات العليا. أصل تسمية ليمور جاء من الكلمة اللاتينية والتي تعني أرواح الليل، وهو ماهر جدا في القفز. تتميز حيوانات الليمور بأصوات صداحة ولها أرجل قوية، تستخدمها في التسلق والقفز من جذع إلى آخر بين الأشجار، وتستطيع القفز لمسافة تصل حتى 10 أمتار بين جذع وآخر، ويمكنها الهبوط بسرعة من شجرة يبلغ ارتفاعها 100 متر. يعيش الليمور بشكل طبيعي في جزيرة مدغشقر وبعض الجزر الصغيرة كجزر القمر. تختلف حيوانات الليمور كثيراً في الحجم واللون والمظهر، فمنها ما يزن 57 جراماً بطول 13 سنتيمتراً، ومنها ما هو دون ذيل. أما الليمور حلقي الذيل والليمور مطوق العنق، فهي تشبه القردة، إلا أن لها أنفاً طويلاً مدبباً. والليمور المطوق العنق يبلغ طوله 60 سنتيمتراً، وله فرو كثيف الوبر بصفة خاصة، وبعضها له فرو بني يميل إلى الأحمر بدلاً من الأبيض. تنمو أسنان الليمور بشكل دائم كأسنان القوارض. لها عيون خضراء ثاقبة وأيد سوداء، تتميز بأصابعها العظمية الوسطى، وتستخدمها لتحديد أماكن وجود اليرقات
في عمق لحاء الشجر وتتناول البذور والفاكهة. تسكن غالبية حيوانات الليمور في الأشجار معظم الوقت، وهي تأكل الثمار والأوراق وبيض الطيور والحشرات وغير ذلك من الحيوانات الصغيرة. وتتحرك بعض أنواع الليمور بصفة رئيسية أثناء النهار، بينما ينشط بعضها ليلاً. في الغابات الكثيفة تترك بعض الحيوانات علامات تدل على وجودها أو مرورها من تلك المنطقة. بعض أنواع الليمور تشتهر بإصدار أصوات غريبة ومرتفعة تشبه صوت الحوت الأحدب، ويتميز أيضاً بمشيته الغريبة التي تشبه الرقص أحياناً. يمكن سماع نداءاتها بوضوح من بعد كيلومتر وأحياناً كيلومترين. تعد تلك الأصوات تحديداً لمنطقتها وحدودها التي تصل إلى نحو 40 هكتاراً. الليمور واحد من أغرب المخلوقات في العالم، وشكله مركب من مجموعة متنوعة من الحيوانات. تقل أعداد الليمور ليس لرشاقته وسرعته، بل لقلة الحيوانات المفترسة التي تعيش في محيطه، ولكنها قد تكون معرضة للخطر فقط من قبل الإنسان. يهتم الليمور بذيله الطويل كثيراً، فهو بمثابة فخر لها، ويقضي نسبة 10% من وقته في تنظيف ذيله والاهتمام به. ريثما ينتهي الليمور من هذا، سنرى شيئاً آخر. تتمتع الطيور المهاجرة بأجنحة قوية تساعدها على التنقل والرحيل، ويمكنها التأقلم بالبيئات المختلفة. البط. البط هو سادس أكثر الأنواع التي يصطادها البشر في العالم. 60% من البط تقتل سنوياً في العالم على أيدي البشر، كما هو الحال مع جميع الطيور المائية. يؤدي فقدان الموائد الطبيعية وتلوث المياه الجوفية إلى تناقص أعدادها. يستقر البط في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، والمستنقعات والبرك والبحيرات أو ضفاف الأنهار الهادئة نسبياً، وتنتشر أيضاً في جميع المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. تعد القارة الأوروبية أكثر البلدان وفرة لأسراب ضخمة من البط، قدرت أعدادها بنحو 9 ملايين طائر. يفضل أن يتغذى على سطح الأرض أو في المياه الضحلة. يغرق رأسه في المياه ويميل إلى الأمام، وهذا يسمح له بالوصول إلى الجزء السفلي من المياه ويتناول بمنقاره. فهو من الطيور النهمة، ويتغذى على الأسماك والأعشاب والبذور والديدان والضفادع والحشرات. بعض أنواع البط يمكنه أن يعيش حتى 29 عاماً، لكن متوسط أعمارها يقدر بنحو 5 أعوام. يتكاثر البط عادة خلال شهري شباط وفبراير. يختار أماكن بناء الأعشاش بشكل بدائي، ويمكنه استخدام الأرض الجرداء أو الأشجار المجوفة. تصل أعداد البيض من 5 إلى 15 بيضة في كل عام. تحتضنها الأم لفترة 28 يوماً. تساعد الذكور الإناث خلال فترة الحضانة، وبسبب بساطتها في الحياة يسهل على المفترسات الاقتراب منها وافتراسها. تلعب الأم دوراً هاماً في تعليم فراخها السباحة وإطعامها حتى تبلغ عمر 7 أسابيع، ثم تغادر أعشاش الأمومة مستقلة بذاتها.
تصل أحجام البط عادة من 50 إلى 70 سنتيمتراً، وتزن الذكور والإناث نحو كيلوغرام واحد، ويمتد باع الأجنحة من 78 سنتيمتر إلى متر تقريباً. بط المندرين. يشتهر بط المندرين بأنه أجمل أنواع البط. ذكور المندرين ذات ألوان متعددة ومنظرها رائع، أما الإناث فمعظم لونها بني داكن. كان بط المندرين منتشراً بشكل واسع في شرق آسيا، ولكن التصدير وتدمير الموائل الطبيعية أدى إلى تقليل أعدادها بصورة كبيرة. في البرية يتكاثر بط المندرين في الأماكن ذات الأشجار الكثيفة بالقرب من المستنقعات الضحلة والبحيرات والبرك، تعشش في تجاويف الأشجار بالقرب من المياه، وخلال فصل الربيع تقوم الأنثى بوضع البيض في تجويف الشجرة بعد التزاوج. لا يشارك الذكور في الحضانة، وتترك الأنثى لتحتضن وتحمي البيض. ولكن خلافاً لبقية أنواع البط، فذكر بط المندرين لا يتخلى عن الأسرة بشكل كامل، فعندما يفقس البيض تقوم الأنثى بعد فترة بسيطة بالخروج من العش واستمالة الصغار لكي تخرج وراءها، ومن ثم تقودها إلى الماء حيث ستقابل الذكر هناك، وسينضم مجدداً إلى الأسرة لكي يحمي الصغار ويرعاها مع الأم. يتناول بط المندرين البذور والنباتات، وخصوصاً بذور زرع الزان، وبعضها يتناول الحلزونات والحشرات والأسماك الصغيرة، وتقوم بالتغذي في أوقات الفجر والغسق بشكل خاص. معظم أصناف البط بشكل عام عرضة للافتراس من مجموعة كبيرة من الحيوانات، خاصة فراخها الصغيرة والتي لا تقوى على الفرار السريع كالبط البالغ، فوجودها يؤمن مصادر غذائية للعديد من الأصناف الجائعة. تصدر إناث البط عادة أصواتاً مزعجة، وهي وسيلة التخاطب المعتادة بين البط.